أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. الدولار الأمريكي يبدو قويا نسبيا، في حين أن الين الياباني واليورو ضعافا. يبدو أن زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي يبني قاعا عند مستوى 1.1063 بعد سقوطه بقوة مجددا بالقرب من مستوى 1.1200. زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني أغلق يوم أمس فوق المقاومة الرئيسية عند مستوى 109 نقاط، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التقدم. يتعزز زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي بلا هدف مع خفض التقلبات. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.